السلام عليكم. ان شاء الله هسه بهذا الفيديو راح نبلش شرح الدايناميك اناليسز للتراس. هذا الموضوع يعني صراحه من اسهل مواضيع ماده الفاينل. هذا الموضوع مثل زي موضوع الاستراكشر تو، الستيفنس ميثود والاستراكشر تو، يعني مع اضافات بسيطه. بس اللي فاهم ستيفنس ميثود يعني بيختصر حاله وقت كثير، يعني من ناحيه مصفوفات، من ناحيه اشارات و و و الى اخره. طيب هسه احنا بدنا نعرف شو هي الستيفنس والماس ماتريكس للبلين تراس. طيب بكل بساطة هسه في عندنا نوعين للماس ماتريكس، في عندنا لامب ماس ماتريكس وكونسيستنت ماس ماتريكس. هسه احنا اللي بدنا نستعملها بالمادة هاي هي الكونسيستنت ماس ماتريكس. طيب هسه فالماس ماتريكس اللي انا بحكي عنها اللي هي الكونسيستنت ماس ماتريكس، هي عبارة عن الام اي جي، هي تكامل من صفر لال في يو الاي في يو الجي دي اكس، حيث اليو اي هي الواحد ناقص اكس على ال، واليو جي هي الاكس على ال. بكاملهم بيطلع معي لكل عنصر. هسه فاحنا شو بنعمل؟ بتطلع معي المصفوفة بالشكل التالي: ام بار في ال، مش اي طبعا الكتاب خربط فيها، ام بار على ال على 6 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2. طبعا انتوا دائما عشان تسهلوا على حالكم اكسب المصفوفة بالنص، خاصة ده ولا خاصة ولا شيء، اكسب المصفوفة بالنص هي سيمتري. كيف يعني سيمتري؟ هذول نفس هذول فعليا، هذول نفس هذول. هاي اول شغلة. ثاني شغلة نركز عليها، واللي هي انه مثلا اذا رقمت انت المصفوفة من برا، هاي واحد هاي اثنين، ترقم المصفوفة من هاي الجهة واحد اثنين خمسة ستة خمسة ستة عليه. هسه هي سيمتري، المصفوفة هي سيمتري، فبرضو الترقيم بده يكون سيمتري. طيب دائما انا بتحكم بهذا الاشي، انه مين هذول، انه كيف رقمهم، واحد اثنين اثنين واحد والى اخره. بس عادة احنا عندنا اوريجين، مرجع، يعني عندنا احنا هذا ايش، لوكال كوردينيت، تمام. عندنا هذا الجوينت اي، هذا الجوينت جي، بالتالي هون عندي إزاحة نعتبرها رقم واحد أو يو آي، وهنا في الآي، هون نفس الإشي يو الجي وفي الجي. فبالتالي لو بدي أعمل أنا رقم كمصفوفة، يعني أنا برقم بالعادة يو الآي، لو فرض الأوريجين عندي هون، هون الأوريجين، بحط في الآي يو الجي في الجي، هيك بشتغل هون يو الاي في الاي يو الجي في الجي، هيك بشتغل وبعبي الداتا اللي عندي هون. نتعلم كيف نعبيهم. هذا ذا الاورجن عندي معتبره من جوينت رقم اي اللي هو جوينت رقم واحد لجوينت رقم اثنين او نوت، يعني زي هيك بيكون. اما اذا العكس بده ينعكس. طيب هذا الشيء ما ناخذ بالستراكشر تو الكوردينيت والترانسفورميشن ماتريكس والساين والكوساين والى اخره، احنا بدنا نوصل للي بدنا اياه. بدنا نوصل للي بدنا اياه انه الماس ماتريكس عندي هي عباره عن هاي. طب نعرف انه الفورس هي كي في دي او كي في دلتا الى اخره. المهم نركز انه الماس ماتريكس هي ام في ال في هذا الرقم، ام بار على ال، حيث الام بار هي الماس للممبر على اليونت لينث، على البير يونت لينث، واللينث لازم يكون بالانش، اللينث بالانش، يعني اذا اللينث بالفيت بدي اضرب ب 12، بدي اضرب الطول ب 12 يعني. طيب هسه بدنا نحكي عن الماس ماتريكس. الماس ما اللي حكينا عن الماس ماتريكس هاي، هيها ام بار في 6 على ال، هيها هاي الناتج النهائي يا اخوان اذا تشوفوه، هاي هي الماس ماتريكس. طيب هسه بدنا نحكي عن الكي ماتريكس، الستيفنس ماتريكس اللي هي اي اي على ال، ما اظن انها موجودة هون، ما اظن مو موجودة هون. طيب خلينا نكتبها احنا، خلينا نكتبها احنا الماس ماتريكس، الستيفنس ماتريكس، اسف الستيفنس ماتريكس تساوي، طبعا هاي لكل منبر، انا بحسب لكل منبر بقسمها بالنص،
تمام. دائما خذ القاعدة، المربع هذا نفس هذا وهذا نفس هذا، ولكن ايش بالسالب؟ رأيي اسهل، يعني انت خلص دائما عبي مربع بعدين اعكس سالب سالب موجب. طيب شو بده يكون؟ بدها تكون الستيفنس ماتريكس بالقانون التالي: A في E على L. بيكون معك مساحة المنبر، مودولس اوف الاستيسيتي، وطول المنبر L أو ال. هون شو بحط؟ C تربيع يعني كوساين الزاوية. طيب أي زاوية؟ إحنا عندنا مثلا اللوكال كوردينيت هيك، بعض محور إكس بعض محور واي، دائما الزاوية من محور إكس عكس عقارب الساعة زي هيك. يعني المنبر عندي هيك، فتكون الزاوية هاي وهكذا. فهاي هي السي، سي يعني كوساين، اس يعني ساين. طيب بنكمل هون، شو بنحط؟ سي ضرب اس، يعني سي اس يعني كوساين ضرب ساين، خلينا نحكي ضرب. هون نفس الاشي، سي ضرب اس، هون بتكون اس تربيع. فبالتالي هون شو بده يكون؟ نفسهم ولكن بالسالب. هون شو نفسهم؟ بالسالب. وهون نفسهم بالسالب، يعني نفس هذول وهذول نفس هذول، بنزلوا زي ما هم بس، وبصير ارقم. فهي هي الستيفنس ماتريكس والماس ماتريكس. هسه شو بعمل؟ بطبق الفري فايبريشن، بطبق الفري فايبريشن. متى بطبقه؟ بعد ما اطبق الباوندري كونديشن. يعني احنا فعليا خطوات الحل بالترس، اول واحدة بكتب الماس ماتريكس فور ايتش ممبر، اثنين الستيفنس ماتريكس فور ايتش ممبر، ثلاث بطبق قانون بوجة الناتشرال او ابلاي باوندري كونديشن. شو الباوندري كونديشن؟ البن سبورت بيعطيني الإزاحة اليو والفي تساوي صفر، والرولر حسب موقعه تكون بيعطيني الفي بتساوي صفر. لو كان رولر مقلوب، يعني لو كان فيرتيكال رولر مش مهم، يعني بيعطيني اليو اي اليو تساوي صفر. طيب بعدين بطبق تطلع معي مصفوفة. شو المصفوفة اللي بتطلع؟ تطلع حسب الفريدم اللي طلعوا، حسب بطلع ماتريكس with degree of freedom، يعني عدد ال degree of freedom، يعني أبعاد هاد degree of freedom. يعني إذا طلعوا ال degree of freedom عندي اثنين، بتكون مصفوفة اثنين باثنين وهكذا. خمسة بدها تكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن اللي هي بطبق القانون K ناقص أوميجا تربيع في M يساوي زيرو، اللي هي معادلة الفري فايبريشن. طلع منهم أوميجا، طلع منهم النورمال مود شيب، طلع منهم الفاي وهكذا. بطلع الفورس فايبريشن انكبلد كويشن وهكذا، بطلع الأشياء اللي درستهم بالشير بيلدينج وبس. هسه راح نحل سؤال بخطواته. تمام، فهاي هي الخطوات اللي احنا راح نعتمد عليها ونركز على بعض الشغلات. طيب خلينا نمشي. هذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل يعطيني ذا بلين تراس شون اونلي 3 ممبرز، في ثلاث ممبرات، معطيني اياه بن ورولر وهون فري. بدنا نركز على شغله واحده، اول ما نطلع على التراس بدنا نشوف قديش راح يطلع معنا الجواب النهائي، يعني نريح حالنا. كيف يعني نطلع الجواب النهائي؟ يعني بنشوف المصفوفه النهائيه قديش راح تطلع، يعني بنشوف الديجري اوف فريدم للتراس كامل. هون زيرو، هون في عندي واحد فريدم واللي هو الخمسه، وهون عندي اثنين فريدم اللي هم ثلاث. فالناتج النهائي راح يكون عباره عن مصفوف في ثلاث في ثلاث، فهذا السؤال راح يكون طويل كثير. وان شاء الله انه بالامتحان يجينا اثنين باثنين ان شاء الله يعني. طيب هسا معطيني الاي لكل المنبر والاي لكل المنبر والامبار، يعني الماس بير يونت لينث لكل المنبر، معطيني اياه جاهز يعني بس علي، وحتى الاطوال معطينيها بالانش، يعني ولا في اي تحويل. طيب شو مسوي هسا؟
بنسوي؟ بنمسك منبر منبر، أول خطوة بنمسك منبر منبر. يلا بنمسك هسه، هو بيكون مرقم من المنبرات، بيكون بالعادة هو مرقم من المنبرات. بنروح على منبر 1، منبر 1 بنرسمه، بنحكي كالتالي: بدنا نحدد الأوريجين عندي. كيف يعني الأوريجين عندي؟ أنا عندي هذا جوينت 1 وهذا جوينت 2، هيو نود 1 نود 2. أنا شو بسوي؟ أنا بحب دائما، أنا دائما لما أقول الأوريجين عند واحد، يعني زي كأنه في عندي سهم طالع هيك، لما أقول أوريجين عندي اثنين يعني كأنه الأوريجين نازل هيك. فبالتالي أنا بحب دائما وشو ما كان موجب كل ما أروح له أحسن. كيف يعني موجب؟ من أنا بعرف إذا كان طلع هيك يعني إيه راح يطلع معي؟ الكوساين صفر والساين واحد. ليش؟ الموجب بمثل الزاوية، هذا ما احنا قلنا زاويته راح تطلع 90، فكوساين الصفر واحد، ساين كوساين 90 صفر، ساين 90 واحد. أما لو كانت الأوريجين هيك يعني بتكون الزاوية بتكون 180، لا بتكون بتكون 270، بتكون الزاوية لو كان الأوريجين من تحت راح تكون عندي هاي كاملة، واللي هي 270. 270 كوساينها صفر وساينها سالب واحد. فما بحب السوالب، ولا تركزوش على سالب وموجب. أنا بالنسبة إلي دائما خذوها قاعدة، وهي الشغلة من أيام ستراكتشر 2: إذا كان المنبر أفقي فدائما السي واحد والاس صفر، المنبر كان عمودي فالسي صفر والاس واحد. طبعا على فرض إنه الأوريجين هيك ماخذونه من تحت لفوق، ماخذ الأوريجين من يسار ليمين. ولو كان عندي مائل يعني فرضا هيك عملت الأوريجين، فهاي ثيتا، فهاي شو بتكون؟ بتكون اللي هي الكوساين الزاوية سي للثيتا واس للثيتا يعني، وهكذا. اما لو كان اخذت الاورجين هيك، مش اورجين، لو كان منبر هيك راح يطلع معي السي سالب والاس موجب، تمام، وهكذا. طيب فبالتالي انا منبر 1 خلص عرفت انه زاويته 90 لانه ماخذ الاورجين. انا بالامتحان كيف بكتب؟ منبر هيك بكتب، منبر 1 2، معناها اني ماخذ من 1 الى 2. منبر 1 2 شو خصائصه؟ ثيتا 90، وشو بحكي؟ السي 0 والاس 1. فشو الستيفنس ماتريكس راح تطلع عندي؟ هاي الستيفنس ماتريكس 1، لا السي 0 المفروض هو ماخذها 1، في ايرور. هاي الترانسفورم، هي هو مسميها ترانسفورميشن ماتريكس. هي بحكي مستحيل تكون اس واحد، لا هاي غلط برضه. هاي الكي، ما بعرف صراحة ايش رموز الكتاب، انا متعود على الستركتشر صراحة. هيها الاس واحد، هاي اس تربيع طبعا، وهاي كلنا نفسهم بس بيكونوا سوالب. برضه مش هاي، اسف، برضه مش هاي، لانه هم بيكونوا هاي وهاي وهاي وهاي، بس هو في واحد عنده هون شكلها بالغلط. هي بالغلط، هون ما في واحد، هون زيرو، هون زيرو. فيكون عندي واحد واحد، وهذول ايش؟ نفسهم بس بالسالب، نفسهم بس بالسالب. والانبار هيها هسه هذا كقانون بضل على يعوض الاي الاي والاي والال. هسه بدكم تركزوا على شغله كثير مهمه: الكومون فاكتور اللي ماخذه برا المصفوفه. الكومون فاكتور اللي ماخذه برا المصفوفه، انا برا المصفوفه هون مثلا واحد، هاي لو عوضها كاملة بتطلع واحد، ولكن منبر اثنين زاويته 135، فطوله راح يكون منبر اثنين هيو 60 تربيع زائد 60 تربيع، يعني الجذر يعني 60 جذر الاثنين، 60 جذر الاثنين. فهيو ال شو ماخذه؟ 60، ال على اساسنا 60 جذر الاثنين. فلما اجي اروح اجمع اخر شيء الستيفنس، لما اروح اجمع الستيفنس اخر شيء بدي اعرف انه بحكي الرقم هذا مضروب في الوحدات اللي هون حسب يعني، زائد الرقم اللي هناك اللي هو واحد في الرقم اللي جوا. هسه ببين معنا، بس نمشي المثال بس دقيقه، تمام. فزي هيك الكي 1 والكي 2 والكي 3 المفروض انه السي 1، ليش؟ بدي اخذ من 1 ل 3، فالسي 1 والاس 0. هيو كي 3 السي 1، ها 1 و1 وايش؟ وهذول سالب واحد سالب واحد، تمام.
فهيك انا شو عملت؟ قدرت اطلع المصفوف، قدرت اطلع المصفوف. طبعا هذول ما بكونوا واحد 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 زي هيك، لانه الكوسين 135 هيهم بكونوا متساويات كلهم، هون بكونوا متساويات، هو ماخذ اثنين جذر الاثنين، يعني مخلي دائما الاستفنس انه جواتها واحد، وبرا ايش بسوي؟ باخذ الكومون فاكتور برا، انا ما بحب زي هيك. فلاحظوا انها سيمتري، كيف يعني سيمتري؟ هذول نفس هذول وهذول عكسهم اصلا، يعني هاي موجبة هاي سالبة، هاي سالبة هاي موجبة، تمام. والماس ماتريكس بس اعوض 2 2 2 اللي هي المصفوف تبعتي، واعوض الام اللي بتكون معي، الام اللي بتطلع معي حسب الطول. طيب هسه شو بسوي؟ بس اخلص بجمع اللي بدي اياهم. هيو هسه هو بدي اشوف شو عمل، هو راح مباشر عمل هذا ماتريكس 3 ب 3، اذا بتلاحظوا عمل ماتريكس وماس ماتريكس 3 ب 3. طيب خلينا نشوف كيف وصل للنتيجة النهائية. طبعا احنا اتفقنا على 3 3 من الاصل. شو اللي عمله؟ اللي عمله كالتالي، بنروح على منبر 1. منبر 1 شو بسوي فيه؟ وين مصفوفته؟ هاي مصفوف منبر 1، منبر 1 مرقم لي اياه 1، خليني ارسمه جنبه بس هيك، مرقم لي اياه 1 2 3 4. طيب بنزل هيك برقم 1 2 3 4، 1 2 3 4. هسه الاشياء الديجري اوف فريدم، الاشياء اللي الباوندري كونديشن لها زيرو، الباوندري كونديشن لها زيرو، شو بنسوي فيها؟ بنطيرها. كيف يعني؟ واحد واثنين هنج فهم اصفار، ثلاثة واربعة فري بتركهم، معناته واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنين اللي هم المربع حاف كامل ما بدي اياه. وبرضه يعني انا شو فعليا اللي بهمني؟ بهمني ثلاث اربعة، بهمني من المصفوفة فعليا ثلاث اربعة، ثلاث ثلاث، وأربعة أربعة، وأربعة ثلاثة هي نفس ثلاث أربعة. يعني بهمني القيمة اللي هي AA على L في ثلاث ثلاث اللي هي صفر، اللي هي هاي ثلاث ثلاث صفر بتطلع، ثلاث أربعة، ثلاث أربعة برضو صفر، أربعة أربعة بتطلع واحد. طبعا واحد ضرب AA على L، أنا ما بعرف كم A على L. طيب فمن منبر 1، من منبر 1 طلعنا الكي من اول منبر، طلعنا انه الاربعة اربعة، انه يعني اليو 4، يعني اليو 4 طلع يو 4 ايش؟ يو 4 في 4، في 4 طلعنا انه في 4 بتساوي 1 في اي اي على الاقل. هيك احنا بنشتغل. طيب نفس الطريقة بروح وين؟ على منبر 2. منبر 2 جاي زي هيك، انا بدي اخذ الاوريجن هيك، هيك احنا اخذنا الاوريجن. هسه عندي هون 5 6، وهون عندي 3 4، عندي 3 4. شو بنسوي؟ كيف المصفوفة مرقمة؟ نروح على الهاي 1K2، هاي مصفوفة K2 تكون زي هيك، بسوي 5 6 3 4. مين بهمني؟ بهمني قلنا 5 لأنه رولر، بهمني 5، أي شيء فيه 5 في 3 في 4 باخذه. هسه الخمسة هي اليو 5، والثلاث هي اليو 3، والاربعه هي الفي 4. ففعليا هذول هم اللي باخر المصفوفه. وين المصفوفه الاخيره؟ هيها، هاي المصفوفه هي فيها يو ويو وفي، بس انا مش عارف هو شو ماخذ، مين مرقم، عشان هيك لو حليته بايدي انا من الصفر اصلا احسن لي، بس قلت بنوفر وقت وحركات. طيب شو بسوي؟ باخذ، خليني اجرب بس على قيمه واحده اللي هي في 4، في 4 في 4 اللي هي 4، اللي هي 4 4 راح تكون القيمه هاي اللي هي A في E على 2 جذر ال 2 ألف في 1. هاي
هاي تبعت المنبر الثاني. هسه لما نروح على المنبر ثلاث، منبر ثلاث، منبر ثلاث اصلا رقم اربعة وثلاث مش ظاهرين فيه، فبالتالي ما راح طلع لي اربعة وثلاث. فالناتج فعليا تبع V4 ازاحتها عبارة عن واحد وواحد، نكتبهم هي AE على L زائد AE على اثنين جذر الاثنين L. هذا وعوضها على آلة حاسبة، ال A 10، ال E 30 في 10 قوة 6، ال L اللي هي 60 زائد A اللي هي 10 وال E اللي هي 30 في 10 قوة 6 في 2 جذر الاثنين L اللي هي 60، بيطلع معي الجواب 6.76 في 10 قوة 6. أتوقع في خلل. لا هيو هيو بالضبط، هيو طلع معي 6.76 في 10 قوة 6. فهيك احنا مين حسبنا القيمة هاي، القيمة هاي. وانا فعلا لما كنت اروح على المصفوف اذا بتلاحظوا كنت اخذ ايش، ادور على القيمة اللي هون، القيمة اللي هون حسب الاورجن تبعي، والقيمة اللي هون حسب الاورجن تبعي. هاي وهي لمنبر واحد هاي، تمام. بنفس الطريقة لو بدي هاي، أنا أمسح، نفس الطريقة لو بدي هاي القيمة، هاي القيمة شو بدها تكون؟ بنروح على المرجع تبعي، المرجع تبعي هون، أتوقع مقصود فيها U3 مثلا، ممكن U3. في U3 وين بجيبها؟ إحنا كيف مرقمين؟ واحد اثنين ثلاث أربعة، في U3 هون U1 U2 U3 وهاي U3. في U3 من أول منبر كم؟ زيرو. من منبر 2، من منبر 2 هيها، منبر 2 وينه؟ U5 U6 U3 U4، معناته هيها هاي وهاي، واللي هي كم؟ واحد. واحد في المسافة هاي. من منبر 3 ما عندي U3 أصلا، بطلع معي ايش؟ بطلع معي الجواب half، وهكذا. معناته هو لما حل اعتبرها U3 U5 V4 V4. طيب والماس ماتريكس نفس نفس الطريقة. الماس ماتريكس بنروح على الماس تبعتي اللي هي هاي ام ال على 6، باخذ مين؟ U4 U4، هاي U4 قلنا 2 في الرقم هذا زائد 2 في الرقم هذا، بده يطلع معي الرقم هذا 4.82. وهذا بيطلع، خلينا نشوف الاصفار، الاصفار انها اسهل شيء. هون لو بدي هاي اللي هي مين؟ U3 V4، U3 V4. بالمنبر الثاني الماس ماتريكس هي U3 V4 كم؟ صفر. والمنبر الثالث ما فيهوش شيء، فطلعت الماس ماتريكس كم؟ صفر. بس هسه بس اطلع، بطبق مبدأ مين؟ كي ناقص اوميجا تربيع في ام يساوي زيرو. بس عندنا ايش؟ احنا عندنا ثلاث مصفوفات، انه ثلاث ابعاد. هيو شو بحكي المصفوف النهائي راح تطلع عندي، ما راح اكتبها كامله كامله، بس يعني راح اعلمكم شو بده يصير. اول حد هون شو راح يكون؟ راح يكون عباره عن كي واحد بوينت سبعة ستة ثمانية ضرب 10 قوة 6. ليش؟ لأنه إحنا بناخذ الكومون فاكتور اللي برا، ناقص أوميجا تربيع بسميها ال في مين؟ في ام. كم ام؟ هيها 4.8828. هذا كله أول حد. الحد الثاني راح يكون سالب 1.768 ضرب 10 قوة 6 ناقص أوميجا تربيع في ام واللي هي زيرو. الثالث سالب 1.768 في 10 قوة 6 ناقص أوميجا تربيع في أم اللي هي ناقص 1.414 في أم اللي هي L، اعتبرتها L اللي هي لامدا هي أوميجا تربيع. بس وبطبق هون نفس الإشي وتحت نفس الإشي، وبصير أغطي الصف الأول مع الصف الأول، بقول هذا الرقم في محددة هذول، وبنظل نحسب، وبتطلع معي الأوميجا
2 باور 6 اخر شيء، او يعني ال، خليه لا تخليها ال، خليها اوميجا تربيع، بتطلع معك اوميجا قوة 6، وبتحلها بطريقة او بما يعني بحيث تطلع معك وبس. فبطلعوا معي زي هيك، بتطلع معي اوميجا 1 415 رات لكل سكند، اوميجا 2 1034، اوميجا 3 1526. وبنفس الطريقة النورمالايزد مود شيب بفرض الاولى واحد، وهم بيطلع عندي معادلتين مجهولين بحلهم، بطلع A21 و A23 و A13 هون نفس الاشي. وهاي مبدأ الترانسبورس. في ملاحظة كثير مهمة بالاخر اشي بالشير بيلدينج هناك، شو عملنا؟ حكيت لكم عن قانون المصفوفة، ولكن اكتشفت انه هو خطأ. هون احنا ناخذ A1 A1 A3 A3 A2 A2، مش زي ما حكيت بقانون الشير بيلدينج. بس اخلص بطلع normalized mode shape اللي هو الرقم هذا على الرقم هذا، بحطه هون، الرقم هذا على الرقم هذا، لا الرقم هذا على الرقم هذا، بطلع لي هذا، وهكذا بطلع normalized mode shape، وهذا normalized mode shape كمصفوفة. هذول كلهم بزتهم هون، اول ثلاث، وهذول الثلاث بزتهم بالنص، وهذول الثلاث بزتهم بالطرف هون. طيب فهيك انا بكون حسبت النورمالايزد مود شيب. لاحظوا اذا هو نفسه نفس البيم، قصدي نفس الشير بيلدينج. السؤال شوي صعب لانه يعني ما قدرت احله كامل بالتفصيل بسبب انه في عندي ثلاثة بثلاثة المصفوفة. لو كان اثنين باثنين بكون اسهل. وزي ما حكيت اللي كيف تجمع الماس ماتريكس وهذول حكيتهم بالتفصيل، الموضوع كثير سهل. بس انك ترقم انت كل نود، يعني انت هون بترقم كل نود، تعرف انه المنبر الاول ايش اخذت الاوريجن، واحد اثنين خمسة ستة زي هيك، يعني U1 V2 V1 لازم نعتبره جوينت 1، يعني U1 V1 يعني، وعلى اخره اللي انا حكيتهم، وبصير تجمع اليو اللي هون مع اليو اللي هناك. طيب بس بدنا نحكي عن فورست فايبريشن. هسه لو عندي فورست فايبريشن نرجع زي السؤال اللي قبل، كيف يعني؟ Determine the response of the truss in example 14.1 14.2 اللي حليناه with constant force. يعني أنا في عندي function constant force قيمتها 5 كي. طيب is applied at node 2 in x axis، يعني الهاي. طيب بنطبق نفس الطريقة المودل equation أو اللي هي شو اسمها هاي الأنكبل equation، هيها z 1 دبل دوت زائد اوميجا تربيع بتساوي بي او كيو، يعني الى اخره اللي حكينا عنهم. هيو زد 1 2010، 2010 عباره عن ايش؟ عباره عن فاي 1 1 في اف 1 زائد فاي 2 1 في اف 2 زائد فاي 3 1 في اف 3. هل انا عندي اف 1؟ عندي اف 2؟ لا. عندي اف 3؟ لا. معناته هاي قانونها. فاي 11 في اف 1 بتطلع معي الرقم هذا 2010، وهاي بنفس الطريقة، وهاي بنفس الطريقة. يعني هاي عبارة عن ايش؟ هاي عبارة عن فاي 1 2 هون، وهون فاي 1 3. طيب فهيك احنا شو طلعنا؟ طلعنا هذا الاقتران. طيب هاي معادلات من مادة المد، من مادة المد هاي شو حلها؟ او احنا كزد شو بناخذها؟ احنا بنعرف انه احنا الريسبونس في حالة constant force انه هو اف نوت على كي في واحد ناقص كوساين اوميجا تي. هذا القانون كان بمادة المد اللي هو قانون الريسبونس، اللي هو الزد اللي هي الواي واللي هي اخره اللي هي الريسبونس، وين؟ في حالة الكونستانت فورس. بالدرس اللي قبل كان تراينجل لود، فاحسن من نفوت بالتعقيدات اشتغلنا على الديناميك لود فاكتور، طلعنا كل شيء. هون نفس الفكرة. يلا فشو الزد؟ هاي الزد، هاي الزد اف نوت على كي هي نفسها الاف نوت على اوميجا تربيع، على اوميجا تربيع نفسها. في واحد ناقص كوساين اوميجا تي اللي هي هاي زد ستاتيك، هاي زد ستاتيك. طيب طلعت الزد. هسه اذا بدي الريسبونس كامل، الريسبونس النهائي اليو شو بيساوي؟
مصفوفة فاي في زد، مصفوفة فاي في زد، يعني الصف الأول العمود الأول، الصف الثاني العمود الثاني، الصف الثالث العمود الثالث. فبيطلع معي الريسبونس زي هيك، للأول للثاني للثالث، أو طلب مني عند زمن معين بيطلع معي الجواب. فهذا هيك بقدر أحسب الريسبونس للترس، بقدر أحسب الريسبونس للترس. فهذا هو درس الترس كامل. إن شاء الله إنه يكون يعني وضح معكم. هاي كوساين اكس كوساين واي، حيث هاي صار كنت انا اخذها ستراكشر 2، يعني ما كنت ما اخذتها بالتكنو. هاي المصفوفة سي 1 تربيع سي 1 سي 2، هاي اكثر، هاي مش مصفوفة عادي، هاي النهائية بتكون. طيب وبس يعني، ف هاي سبيس تروسس تكون 3D 99 يعني. بس ان شاء الله تكون امور وضحت. الهدف من التراس بس تعرف كيف يعني، كل ما قل الفريدم كل ما كان اسهل، وان شاء الله انه يجي اثنين باثنين، وتحسب النورماليزد مود شيب، وتحسب الماس ماتريكس، وتعرف مين الارقام اللي تجمعهم بالمصفوفات كلها لما تجمعهم بالمصفوفة النهائية. اذا ما عرفت تطلع هذول في مشكلة. كيف بتطلعهم؟ لازم ترقم كل مصفوفة وتشوف شو الاشياء اللي لها نفس الرقم وتحل، والاشياء اللي لها نفس الرقم وتحل. يعطيكم العافية.